طيب أخوان سنبدأ، لكن قبل أن نبدأ أحب أن أشير إلى أن سيكون الترجمة متوفرة باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والروسية. العربية هي رقم واحد، الإنجليزية رقم اثنين، والروسية رقم ثلاثة. Arabic number one, English number two, and Russian number three. إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بكم جميعا إلى مستهل هذا المؤتمر الذي نأمل بأن يكون متميزا لجهة الأفكار التي سيطرحها والنقاشات التي سيتم إجراءها. قبل أن نبدأ هذه الجلسة يسعدني أن أدعو الدكتور عزمي بشارة مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات للترحيب بالحضور الكرام وافتتاح أعمال هذا المؤتمر. أدعوه إلى المنصة مشكورا. أخوات الإخوان صباح الخير، مشرف بوجودكم معنا اليوم في هذا المؤتمر اللي أنا أعتقد أنه استثنائي. أولاً سعيد جداً بوجود الزملاء والأكاديميين الروس معنا، وأيضاً من دول أخرى مثل تركيا وإيران، أكاديميين من كافة مش من كافة البلدان العربية ولكن من أكثر من 7 بلدان عربية يشاركون، لأنه موضوع العلاقات الروسية العربية أيضاً سيفصل في الجلسات المختلفة إلى علاقات بين البلدان المختلفة وروسيا. في عندنا قضية اليمن حارقة، قضية سوريا، قضية الربيع العربي عموماً، في تجارب هامة جداً تراجع اليوم. أعتقد أن المؤتمر استثنائي بمعنيين، أول مؤتمر من نوعه أعتقد في المنطقة العربية، وبرأيي سيكون فاتحة لأخريات. وأنا مستغرب أنه حتى اليوم بعد 20 عام من التغييرات اللي حصلت في أوروبا الشرقية، هذا أول مؤتمر يعقد للبحث في الأمور بدون الحمول الأيديولوجية اللي كانت تشوب المؤتمرات في السابق اللي كانت غالباً لها طابع حزبي أو أيديولوجي. الآن لأول مرة أعتقد بجلسوا أكاديميين عرب وروس لمناقشة قضايا عموماً طابعها جيوبوليتيكي جيوسياسي. طبعاً كنا نود أنه يكون الطابع الجزء الثقافي من المؤتمر أكبر من هيك والجزء التاريخي أكبر من هيك، ولكن في النهاية وصلنا إلى نتيجة في المركز أنه هذا سيحتاج إلى مؤتمرات خاصة. يعني المسألة الحمول التاريخي، العلاقات التاريخية في الزمن العثماني وما بعد، وحتى في الماضي الكيانات السياسية الإسلامية السابقة، ومسألة العلاقات الأدبية، يمكن تأثير دوستويفسكي على الرواية العربية لحاله بده مؤتمر. لم نستطع أن نحوي كل هذا في مؤتمر واحد، ولكن الطابع اللي غلب هو اهتمام الأكاديميين العرب والروس حالياً في القضايا الجيوسياسية، ولذلك سيكون هذا غالب. ولكن بالتأكيد سيكون هذا أقل مؤتمر شهدوه الأكاديميين العرب والروس مع بعض من ناحية الشعارات الأيديولوجية وغيره. يعتقد أنه الأمور ناضجة لنقاش رصين ونقاش علمي وتشخيص موضوعي للعلاقات. عادة يقال كثير عن التشخيص العلمي مبني على المصالح، أنا لا أتفق مع هذه النظرة البراغماتية الخالصة. سنسمع منها كثير اليوم وغدا، ولكن أعتقد العلاقات لا تقتصر على ذلك بين الشعوب وبين وحتى كدوافع للسياسيين. القضية ليست فقط قضية تشخيص المصالح المشتركة، هنالك جوانب قيمية لابد من مخاطبتها، هنالك جوانب متعلقة بحقوق الإنسان والمواطن لابد من مخاطبتها، هناك قضايا متعلقة بالتراث والفكر. القضية ليست فقط مصالح، ولكن طبعا في ما يتعلق بالعلاقات الجيوسياسية المصالح تأخذ حيز كبير. مؤخرا في نقاش كبير حول تراجع الدور الأمريكي في المنطقة، هل التقدم الروسي اللي حصل هو تقدم روسي حقيقي أم هو تراجع أمريكي فقط ولا يوجد مقومات حقيقية لتقدم في الدور الروسي في المنطقة؟ هل هذا مستند فقط للتراجع الذي حصل بخيار الولايات المتحدة، أم هنالك تحولات جوهرية فعلا في مسعى الروس لتغيير في النظام العالمي كما يقولون؟ والأمر اللي بشاركهم فيه على فكرة مسألة تغيير النظام العالمي ليست فقط مسألة روسية. أنا أعرف أن تركيا تتحدث كثيرا عن تغيير النظام العالمي، وجنوب أفريقيا والبرازيل وإيران تتحدث كثيرا، والعرب في أدوارهم الأخيرة
في كل أدوارهم عمليا على مستوى الرأي العام العربي على الأقل غير راضين عن النظام العالمي. لا نستطيع القول إنه هذه فقط رسالة روسية في التاريخ الآن تغيير النظام العالمي. هنالك الكثير ما نتحاور بيننا حوله على أساس الندية والاحترام المتبادل. هذا الأمر الرئيسي الذي نريده في النقاشات، أن نتحلى بالموضوعية العلمية والندية والاحترام المتبادل. بعدها النتائج أنا أضمن أنه سيكون حوار مفيد وشيق، وممكن إذا سمعونا صناع القرار والسياسيين وغير، وقد دعونا بعض منهم هنا اللي عندهم على الأقل خلفية أكاديمية قادرين أن يشاركوا في النقاش، ممكن أن يستفيدوا أيضا من هذا النقاش، وممكن الأكاديميين يستفيدوا أيضا من الحوار مع السياسيين. أرحب بكم مرة أخرى وأقدر الإخوة اللي سافروا مسافات بعيدة لمشاركتنا اليوم، وأتمنى لكم نقاش مفيد وجلسة ممتعة. وتفضل مروان. شكرا. شكرا جزيلا. أشكر الدكتور عزمي على هذه الكلمة الترحيبية المختصرة.